تحول نوعي تعرفه عمليات التهريب الدولي للمخدرات بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا. فبارونات تهريب مخدر الحشيش عاملوا على تنويع وسائل التهريب. فبعد تشديد الخناق على المسارات البحرية عبر الزوارق السريعة العابرة لمضيق جبل طارق والتصدي أمن المطارات لحيلة بلع الكبسولات، ظهرت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب للمخدرات عبر المسارات الجوية. سقوط مجموعة من الطائرات من الحجم الصغير في مناطق متفرقة شمال المملكة وتوقيف الأمن لبعض المشتبه تورطهم في الوقوف وراء هذه العمليات أظهر جانبا منها. وفي هذا الصدد قادت معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة السبت فاتح أكتوبر إلى توقيف مواطن كولومبي يبلغ من العمر 41 سنة. المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها إنه تم توقيف هذا المواطن الكولومبي مختبئا بمنزل بالمدينة العتيقة بطنجة، وذلك بعدما كشفت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية المنجزة شبهة تورطه في قيادة طائرة صغيرة تم العثور عليها يوم الثلاثاء 20 شتنبر المنصرم. الطائرة نزلت اضطراريا بالجماعة القروية حجر حل بضواحي مدينة طنجة والتي يشتبه في استخدامها في أنشطة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. الواقعة تنضاف إلى عمليات أخرى مماثلة بكل من دار الشاوي حيث أوقفت المصالح الأمنية ربان طائرة يحمل الجنسية الإسبانية. وقبل ذلك أوقفت المصالح الأمنية في المنطقة ذاتها مواطنا مكسيكيا. ويعمد ربابنة الطائرات إلى التحليق على علو منخفض لتفادي تعقب الرادارات المغربية. ويسجل أغلب حوادث سقوط هذه الطائرات بسبب أعطاب تقنية بحسب متابعينا.